السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. في الجزء الأول من موضوع تحليل الجرن المكعب تعرفنا على أصل الجرون المكعبة ومن أين جاءت فكرتها والهدف منها، وتعرفنا كذلك على بعض أنواعها المهمة. في هذا الجزء سنتعرض بإذن الله تعالى لتحليل حالة من حالات الجرن المكعب، وهي الحالة التي يأتي فيها الجرن المكعب سماويا وعلى صخرة مستوية نوعا ما وثابتة، وقطره ما بين 15 سنتيمتر إلى 20 سنتيمتر، وعمقه أقل قليلا من قطره. وكذلك لا تكون الإشارة التتابعية الثانية على نفس الصخرة الحاضنة لإشارة الجرن المكعب الأصلي، وإنما على صخرة أخرى. وألفت نظر الإخوة الأحبة لملحوظة مهمة، وهي أن هذا التحليل هو بشكل عام، ولكن على أرض الواقع قد نجد بعض الإضافات على الإشارة أو على الصخرة الحاضنة فتغير التحليل بدرجة كبيرة، ولكن المعنى يبقى هو هو. عموما إذا كان لدينا مكعب بمواصفات هذا المكعب المعروض في الصور الآن، قطره مربع وقياس هذا القطر 16 سنتيمتر وعمقه أقل من 16 سنتيمتر، أي 15 سنتي أو 14 إلى 10 سنتيمتر تقريبا، وهو سماوي على صخرة ثابتة ضخمة يستحيل تحريكها، أو صخرة من أصل صخور الأرض ومتصلة بها، نحكم على هذا الجرن أنه دليل كنوز أو لا من عدة ملاحظات ننتبه لها، وهي وجود مميز اتجاه مهم ومصنوع بأيدي البشر، وهذا يمكن التأكد منه بعين الخبير. وثانيا وجود إشارة تتابعية طولها أصغر من طول قطر المكعب وتقع باتجاه المميز من الجرن المكعب وفي مسافة من 12 إلى 16 متر، بشرط أن تكون الإشارة الثانية على صخرة منفصلة وقياس طولها، أي طول الإشارة يتراوح بين 8 سنتيمتر إلى 14 سنتيمتر. لكن لو كان طولها أو قطرها 15 سنتيمتر أو 16 سنتيمتر فهي ليست تتابعية ولا ترتبط بإشارة الجرن المكعب الذي قطره 16 سنتيمتر. الآن وبعد أن عرفنا شروط الإشارة الثانية وأين يمكن أن نتوقع مكان وجودها، نقوم بتطبيق قاعدة ثلاثة أرباع طول الإشارة لإيجاد المكان الذي تقع فيه الإشارة الثانية، ويجب أن تقع في مسافة تزيد عن 12 مترا عن الإشارة الأولى وتقل عن 16 مترا، فستكون إشارة جيدة وملحوظة نوعا ما كما هي مبينة في الصور المعروضة الآن. نطبق على الإشارة الثانية نفس طريقة التطبيق الذي أجريناه على الإشارة الأولى، وذلك من أجل الوصول إلى الإشارة الثالثة التثبيتية، أي نحدد مميز اتجاهها وقطرها أو طولها وننتبه إلى أي علامة أو ملحوظة مترافقة معها، سواء كانت هذه الملحوظة ترتبط بالإشارة أو بالصخرة الحاضنة، فكلاهما مهم جدا ولا يمكن التحليل بدون دراستهما بتعمق. فمثلا قد تكون صخرة الإشارة الثانية مائلة أو فيها صفة معينة، فهذه تعني في التحليل أشياء كثيرة ومعاني عديدة، ذكرنا بعضها في دروس سابقة عندما تكلمنا عن الإشارات الجانبية والمائلة. علينا بعد ذلك أن نجد إشارة التثبيت ونطبق على الإشارة الثانية نفس تطبيقات الإشارة الأولى لإيجاد إشارة التثبيت باتجاه المميز،
وفي المعتاد أيها الأحبة وبشكل عام إشارة التثبيت لا تبعد عن الإشارة الثانية أكثر من 13 متر في جميع الأحوال. يعني إذا كنت غير متفقه في علم الإشارات ولا تدري شيئا عنها سوى أنك تعرف كيف تميز أو تجد مميز الاتجاه، وعثرت على إشارة ثانوية بالقياس الذي ذكرناه وهو من 8 إلى 14 سنتيمتر أو 13 سنتيمتر، فابحث في اتجاه مميزها بمسافة لا تزيد عن 13 متر في جميع الأحوال. في هذا المثال الموضوع الرئيس في الدرس إشارة التثبيت في هذا المثال هي بصمة كما ترون في الصورة، وفي المعتاد هدف البصمة يقع في مسافة لا تزيد عن 4 متر كحد أقصى باتجاه البصمة، علما بأن البصمة، وأركز على هذه النقطة، البصمة لا يوجد فيها تمويه أبدا، ويجب أن يكون لها اتجاه واحد فقط هو اتجاه مقدمة الإبهام. يعني إذا وجدت علامة تشبه البصمة وأصبحت متحيرا هل هي بصمة أم لا، ووجدت فيها نقرات أو سيال خارج منها، سيال صغير طوله مثلا 2 سنتي أو أي علامة تقع ضمن حدود البصمة وتتلامس معها تقريبا، فاعلم أن هذه ليست بصمة. البصمة لا يجوز أن يكون معها أي إضافة، لا نقرة لا شطفة لا سيال لا أي علامة صناعية أبدا. الآن هدف هذا الجرن المكعب هو دفين ثمين قد يكون في مغارة تشبه الغرفة، وهذا الاحتمال الأول والأساس، وسيكون مدخل هذه الغرفة باتجاه رأس إبهام البصمة وفي مسافة لا تتجاوز 4 أمتار، لا 5 ولا 6 ولا 7 ولا غير ذلك. ابحث في مسافة 4 متر وأقل، مسافة أفقية طبعا. تمنياتي لكم برزق طيب حلال كافي، ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله عن الجرن المكعب الذي يدل على جرن مال أوران. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.